في أغلب الجرائم والقضايا بنشوف إن الكل إنسان وجه آخر ومفيش حد يعرف عنه أي حاجة، لكن لما تتعمق جواه تلاقيه النسخة الأدمية من الشيطان، رغباته وشهواته ما بتخليهوش يفرق ما بين الكبير أو الصغير. أهلا بيكم وحلقة جديدة من سلسلة أرشيف الحوادث. أحداث جريمة النهاردة صعبة وغريبة بكل المقاييس، وهتخليكم تفكروا 1000 مرة قبل ما تخلوا أطفالكم يتعاملوا مع أي حد غريب. التفاصيل اللي هتسمعوها عمر عقولكم ما تصدقها. 19 مايو سنة 1870 في العاصمة الأمريكية واشنطن اتولد ألبرت، لكن حياته لا يحسد عليها منذ أول يوم في ولادته، لأنه اتولد في عيلة ليها تاريخ طويل في المرض النفسي والعطف، ده غير أن أبوه كان أكبر من أمه ب50 سنة، علشان كده والده قرر يوم ولادته أنه يستغنى عنه وأنه يبعته لدار أيتام يتربى هناك. لكن للأسف الدار اللي أبوه بعته ليها كانت عبارة عن غابة، لأن كل اللي فيها كانوا بيمارسوا أعمال عنيفة من ضرب وتعذيب وإهانة بسبب وبدون سبب، وكانوا كمان بيشجعوا الأطفال أنهم يأذوا بعض في مقابل كل واحد ياخد حقه. والدة ألبرت كانت كل مرة تروح هناك بتشوف حالة ابنها بتلقاها بتتدهور وبتحاول تخرج، لكن والده كان بيمنعها، واضطرت أنها تسيبه في وسط الغابة دي لحد ما وصل 9 سنين، وتحديدا سنة 1879 والده توفى ووالدته قدرت تحصل على وظيفة وكمان راحت وخرجت رغم أن الوقت كان متأخر. وألبرت كان خلاص اتحول من إنسان إلى نسخة صغيرة من شيطان لكن على هيئة طفل، لكن والدته كانت حاسة وشعرة إن في بصيص من الأمل وإنها تقدر تغيره من إنسان لإنسان كويس. وأول حاجة فكرت تعملها إنها خدت وراحت غيرت محل سكنها وسافرت على نيويورك. ألبرت كان قدام سكان المنطقة الجديدة وقدام والدته ولد لطيف ومؤدب جدا، والكل بيحب يقرب منه ويتعامل معاه، لكن بمجرد الليل ما يجي بيتحول لشخصية تانية خالص. كان بيمارس افعال شاذة وغريبة مع الاطفال اللي موجودين في المنطقة، وفضل الحال كما هو عليه لحد ما كبر وحصل على وظيفة وكمان اتجوز. في بداية جوازه زوجته كانت حاسة بتصرفاته الغريبة، لكن مراته كانت بتقنع نفسها ان ممكن اللي بيحصل له ده بسبب اللي تعرض له وهو صغير، واستمرت العلاقة الزوجية اكتر من 10 سنين. خلفوا في الفترة دي 6 اطفال، على الرغم انها شافت منه كل كره جديد لاي طفل في الدنيا، لكن الغريبة انه هو اللي كان بيطلب منها الخلفة. وفي سنة 1889 مراته فاض بها الكيل وما بقتش تتحمل تصرفاته وراحت سايباه وهربت مع راجل تاني، وهنا بقى بدأت الكارثة الحقيقية. خرج وحش للمجتمع محدش هيقدر يقف قدامه أو يوقفه. ألبرت دخل في حالة نفسية صعبة وابتدت تظهر عليه هلاوس سمعية وبصرية، وبقى عنده كره مش للأطفال بس وكمان للست، لأنه شاف الستات زي مراته كلهم خاينين والأطفال شافهم إن هم مؤذيين. وهنا ألبرت قرر الانتقام من الاتنين، الأطفال وأيضا النساء. لكن فكر لو أنا قمت وقتلت كل الستات اللي حواليا الشرطة شيء طبيعي هتدور وهتقبض علي، لكن الأطفال اللي مفيش حد بيهتم بيهم وبالذات الأطفال المعاقين والأطفال ذات البشرة السوداء. ألبرت مش بس قرر إنه يكون سفاح متسلسل، ده كمان كان عنصري وبيتمتع بذكاء شديد. وفي سنة 1890 كانت السنة الأولى لارتكاب أول جريمة. ألبرت في السنة الأولى دي اعتدى على أكتر من 100 طفل، وكان الاعتداء عليهم كالتالي: بيروح يستدرج الطفل بالحلويات والشوكولاتة ويجيبه لغاية البيت، وبعد ما يخلي الطفل يأكل ويخلص أكله يروح يجيب لوح خشبي ومسامير وشاكوش ويروح يدق جسم الطفل على اللوح الخشبي ويروح يجيب سكين ويروح دبحه. وياريت الموضوع خلص لحد هنا، ده كده لسه بيبدأ. دم اللي بينزل على اللوح الخشب ألبرت كان بيجمعه جوه إزازة خمرة ويبتدي يشرب منه بالتدريج ويقعد يستمتع وهو بيشرب دم الطفل، الكلام ده قبل ما بيبدأ يشف الطفل اللي قدام، وطبعا ده عن طريق انه بيروح يدبح ويفتح بطن الطفل من النص ويروح مخرج كل أحشائه ويروح حاططها في كيس زبالة اسود. وفعلا
الاكياس كلها سودة، بدليل ان كل الاكياس اللي اتوجدت كانت سودة، ويبدأ يشيل الجلد من على العظم ويروح يطبخه. طب مين اول ضحية؟ وازاي الاهالي عرفوا واكتشفوا اللي كان بيعمله؟ كل دي اسئلة ملهاش اجابات، لكن كل طفل من دول كانوا بيلاقوا جثته بعد البحث عنه الايام وبيلقوه جوه صندوق الزبالة، وجنبه الكيس اللي فيه اعضاء وبقايا ازازة الخمرة اللي فيها دم. وزي ما كان البرت متوقع تماما، الشرطة ما كانش بتهتم باي طفل اسود او معاق، عشان كده رغم تمثيلهم للبحث عن الجاني ومعرفتهم ان هناك سفاح خطير بالشكل ده، ما عملوش اللي عليهم علشان يوصلوا للي بيعمل كده. لكن لكل شيء لازم يكون له اخر. سنة 1928 البرت شاف اعلان في الجرايد لشاب اسمه ادوارد، عنده 18 سنة، بيقول انه بيدور على شغل عشان يقدر يصرف على عيلته المكونة من ابوه وامه واخته الصغيرة اللي عندها 10 سنين. الاعلان كان مرفق فيه صور ليهم كنوع من انواع الجدية، لكن ادوارد ما كانش يعرف انه بتصرفه ده حكم على اخته بالاعدام بابشع طريقة. البرت راح اتواصل معاه وقال انا عندي مزرعة كبيرة، وقال له انا عايز حد يساعدني فيها، وانا مستعد اوفر له ليه هو واهله السكن، واي حاجة تطلبوها هوفرها. وجم فعلا واشتغلوا عنه، لكن البرت كان حذر المرة دي جدا انه ما يرتكبش جريمته بسرعة وعلى طول، كان لعدة اسباب. اولهم اهلها عايشين معاها في نفس البيت، ثانيا انه هيتعرف على طول انه هو اللي ارتكب الجريمة دي. اليوم اللي وصل فيه ادوارد عند البرت اللي كان معرفه على نفسه انه اسمه فرانك، لقى البيت اشبه بالجنة، مليان هدايا والعاب لكل اطفال عيلته، وهدايا مخصوص للطفلة جيرسي، دي اخت ادوارد اللي عندها 10 سنين. اهل ادوارد كانوا مبسوطين جدا من فرانك، وكانوا شايفينه مثال للطيبة والنوب، بس ما كانش يعرفوا نيته الشرانية ليهم. ومن طبطهم استأذنوا منه انه ما هيروح يشوفوا بيت تاني، قالوا له مش عايزين نتقل عليك اكتر من كده. لكن البرت كان خايف الوليمة الحلوة دي تضيع من ايه، علشان كده صمم انه يروح ويوصلهم بنفسه، وقرر انه ينفذ جريمته تاني يوم من انتقاله علشان ما يضيعش وقت. وبالفعل تاني يوم راح لهم البيت، اتغدى معهم وقعد، وقال لهم في الاخر معلش انا مضطر امشي عشان عندي عيد ميلاد بنت اختي، وقال لهم ايه رايكم ما تخلي جيرسي تيجي معايا، هتتبص من على البنات وتشوف عيد الميلاد. وبالفعل كانوا واثقين فيه قوي وبداوا يجهزوها، وراح واخدها بنتها معاه، وراح جايب لها ايس كريم بس دخل بها على الغابه، وللاسف بدا هنا بافعاله البشعه، اعتدى عليها اكتر من 10 مرات، وفي كل مره البنت جيرسي كانت بتحاول تصرخ فيها كان بيروح يحط هدومها جوه بقها لحد نفسها ما اتكتم ومات. وبعد ما خلص الجزء التالي من خطته اخد جيرسي وراح حاططها في شوية، وراح طلع بيها على البيت عنده، واول ما دخل راح فاصل راسها عن جسمها، وكالعادة راح فاتح بطنها وراح مطلع الاحشاء، وشي طبيعي كان مجهز كيس اسود راح وحاططهم جوه الكيس، وبدأ بعد كده في التشفية. وبعد ما خلص اخد اللحم وراح طبخه مع بطاطس وخضار، وبعد ما خلص وليمته اللي كانت اجمل وليمة بالنسبة له، لكن فاض منه لحم من جسم البنت، قرر ان هو يروح يبعت جواب شكر لاهلها، وكتب لهم ان لحم بنتكم كان جميل جدا. اهل جيرسي اول ما وصل لهم الجواب خرجوا يدوروا عليها في كل مكان، لانه مفتكروا ان ممكن تكون البنت تاهت. ولما راحوا لفرانك او البرت قال لهم انا وصلتها لحد باب البيت وما عرفش عنها اي حاجه، ورجع على وكره علشان يكمل اكل في باقي اللحمة اللي اتبقى من جسمها. جيرسي دي كانت الضحية الأخيرة لألبرت، وفضل فترة طويلة وهو بيتغدى في لحمها اللي هو كان مقطع جسمها أشلاء صغيرة، لأنه كان بيستمتع وكان عايز كمية اللحمة تكفيه لفترة طويلة. ومع آخر قطعة أكلها من لحم جيرسي راح بعت لأهلها جواب تاني، المرة دي مش علشان يشكرهم، عشان يقول لهم إن لحم جيرسي ده كان أجمل لحم وألذ لحم قالوا في حياته، وراح وصف لهم ازاي خلص على بنتهم جيرسي. ده مجنون. اهل جيرسي خدوا الرسائل وطلعوا بيها على الشرطة، ومع التحريات وتتبع خط سير الرسالة عرفوا ان البرت هو المجرم، وده كان بكل سهولة. ولما قبضوا عليه ما خدش فيتهم غلوة، البرت اعترف بامانة بكل جرائمه بالتفصيل الممل زي ما انا حكيت لكم، ده يمكن كمان بالتفصيل الاكتر، وقال لهم ان عدد الاطفال اللي عمل فيهم كده اكتر من 100 طفل، لكن هو مش فاكر فيهم
ولا واحد ما فيش غير جيرسي اللي كان بيحكي بكل ثبات ولا شعر منه اهتزت. ظلت المحاكمة منعقدة لمدة 10 أيام فقط. حاول ألبرت بكل الطرق انه يثبت انه هو مريض نفسي وان في اصوات كانت بتيجي وتقول له يعمل كده، لكن المحكمة ما خدتش بكل الكلام ده. 16 يناير سنة 1936 اتحكم على ألبرت بالإعدام بالقرص الكهربائي. لحد هنا خلصت حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وسيبوا رأيكم في الكومنتات، ولو في العمر بقية أشوفكم الجمعة الجاية وحلقة جديدة من سلسلة أرشيف الحوادث. سلام.